الأصل السابع والأربعون، الناس يتوهمون أن الرقية لا تنفع إلا من راقي، وهذا خطأ واضح وجلي. اقرأ على نفسك، اقرأ على قريبك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي نفسه ويرقي أصحابه. وهل هناك أحد أحرص منك على نفسك أو أحرص منك على قريبك؟ الجواب لا. فأنت إذا قرأت ولو كان بك ما بك من الذنوب فأنت مسلم، اقرأ، لأنك إذا قرأت حضر القلب فكان التأثير واضحا، بخلاف غيرك فقد يكون مشغول البال أو مشغولا بغيرك ممن هو مريض مثلك.